إذا كنت من هواة تفسير الأحلام فتابع هذه القصة الغريبة. يحكى أن رجلا كان يمشي في إفريقيا الخلابة، وحيث تنبت الأشجار الطويلة بحكم موقعها من خط الاستواء، وكان يتمتع بمنظر الأشجار وهي تحجب أشعة الشمس من شدة كثافتها، ويستمتع بتغاريد العصافير، ويستنشق عبير الزهور التي تنتج منها الروائح الزكية. وبينما هو مستمتع بتلك المناظر سمع صوت ركض سريع، والصوت في ازدياد ووضوح. التفت الرجل إلى الخلف، وإذا به يرى أسدا ضخما منطلق بسرعة خيالية نحوه، ومن شدة الجوع الذي ألم بالأسد ظهر وكأن جسده ضامر بشكل واضح. أخذ الرجل يجري بسرعة والأسد وراءه، وعندما أخذ الأسد يقترب من الرجل رأى الرجل بئرا قديما، فقفز الرجل قفزة قوية فإذا هو في البئر، وأمسك بحبل البئر الذي يسحب منه الماء. ثم أخذ الرجل يتمرجح داخل البئر، وعندما أخذ أنفاسه وهدأ روعه سكن زئير الأسد، وإذ به يسمع صوت فحيح ثعبان ضخم الرأس عريض الطول بجوف البئر، وفيما هو يفكر بطريقة يتخلص منها من الأسد في الأعلى والثعبان في الأسفل، ظهر له فأران، فأر أسود وفأر أبيض، يصعدان إلى أعلى الحبل ويبدأان بقرض الحبل. وفي هذا الوقت انهلع الرجل خوفا وأخذ يهز الحبل يمنة ويسرى بغية أن يقع الفأرين عن الحبل، وأخذ يزيد عملية الهز حتى أصبح يتمرجح يمنة وشمالا بداخل البئر. وفيما هو يصطدم أحس بشيء رطب ولزج، فضرب بمرفقيه وأخذ بذلك الشيء فوجده عسل نحل، فقام الرجل بالتذوق منه فأخذ لقمة وكرر ذلك، ومن شدة حلاوة العسل نسي الموقف الذي هو فيه. وفجأة استيقظ الرجل من النوم فقد كان حلما مزعجا، فقرر الرجل أن يذهب إلى شخص يفسر الأحلام، فذهب إلى عالم وأخبره بالحلم، فضحك الشيخ وقال له: ألم تعرف تفسيره؟ فقال الرجل: لا. قال له: الأسد الذي يجري وراءك هو ملك الموت، والبئر الذي به الثعبان هو قبرك، والحبل الذي تتعلق به هو عمرك، والفأرين الأبيض والأسود هما الليل والنهار يقصان من عمرك. قال الرجل: والعسل يا شيخ؟ قال: هي الدنيا من حلاوتها أنستك أن وراءك موت وحساب. اللهم نسألك أن نصحو من غفلتنا قبل فوات الأوان قصة تستحق المشاركة، فشاركها.